السلام عليكم، مرحبا بكم في الفيديو الثاني اللي كيخص المعادلات من شكل AX زائد BY كتساوي C للحل ديالها كيكون في زد أس 2، أو كيف ما سبق لنا قلنا بأن المعادلات الفرنسية كيتسموا ليزيكواسيون ديفونسيال. مي هذه المرة غادي نحتاجوا إضافة إلى المبرهنات الخاصيات اللي شفنا قبل إلى توظيف ما يسمى بخوارزمية أوكليد. هذا الكور ديال الثانية بكالوريا علوم رياضية. واخا ممكن نذكروا بعجاله المبرهنات اللي شفنا قبل. مبرهنه ديال بوزو اش كتقول ليا؟ كتقول ليا بانه القاسم المشترك لعددين صحيحين نسبيين يمكن كتابته على شكل تاليفه لهذين العددين، تاليفه خطيه لهذين العددين، اي انه يوجد يو اوف بي من زد او كاري، بحيث القاسم المشترك لعددين ا و بي اي تكتب على شكل ا مضروبه في او زائد بي مضروبه في في. كنستعملوا كيف قلنا خاصه النتيجه ديال هاد المبرهنه اللي كتقول في الحاله ديال ان ا و بي عددين اوليين فيما بينهما فإن هاد واحد كيتكتب على شكل هاد التأليفة A U زائد B في V. عكسيا إلا أمكننا أننا نكتبو العددين A و B على هاد الشكل، يعني يوجد واحد U و V من زد أو كاري بحيث A U زائد B V كتساوي واحد، فإنه يمكن الاستنتاج بكل بساطة بأن العددين A و B سيكونان أوليان فيما بينهما، أي أن القاسم المشترك الأكبر لهما هو واحد. أيضا شفنا المبرهنة ديال غوس اللي كتقول لنا بكل اختصار أنه إلا كانت ثلاثة ديال الأعداد صحيحة نسبية واخا والعدد ا كيقسم جداد ديال العددين بي سي بحيث ا و بي يكونان اولين فيما بينهما فان العدد ا يقسم العدد سي بالضروره. واخا دونك اضافه لهاد جوج خاصيات اللي شفنا كيفاش نوضفوهم في الحل ديال المعادلات من شكل ا اكس زائد باي كريك زائد سي، غادي نحتاجو هاد المره الى توظيف خوارزميه اوكليد. خوارزميه ديال اوكليد كتعتمد على المبرهنه التاليه. هاد المبرهنه كتقول إذا كان عندي عددين A و B صحيحين طبيعيين غير منعدمين بحيث العدد A بطبيعة الحال لا يقسم العدد B، فإنه يمكن تحديد القاسم المشترك لهذين العددين إذا كان R هو باقي القسمة الأوكليدية للعدد A على B، فإن القاسم المشترك للعددين A و B سيكون هو نفسه القاسم المشترك للعدد B و R، حيث R أعيد هو باقي القسمة الأوكليدية للعدد A على العدد B. الخوارزمية ديال اوكليدس كتعتمد على هذه المبرهنة وكنوضفوها عدة مرات حتى كنطيحوا في آخر كنلقاو آخر باقي ديال القسمة الأوكليدية اللي هو غير منعدم. كيفاش باش نوضح أكثر؟ مثلا إلا قسمت العدد A و B والقسم اللي باقي القسمة الأوكليدية هو R وكان ممكن نزيد نقسم العدد B على هذا الباقي اللي هو R ولقيته هو R1 R1 بتوظيف المبرهنه اش كتقول ليا؟ كتقول ليا بان هذا القاسم المشترك ديال ا و بي هو نفس القاسم المشترك ديال بي و ار، لا يكون هو نفس القاسم المشترك بين ار و ار ا. كنعاود العمليه مره اخرى، الا كان ممكن نقسم ار على ار ا ولا لقيت ار 2 هو باقي القسمه الاوكليديه ديال ار على ار ا، يمكن توظيف نفس المبرهنه مره اخرى ونقول بان القاسم المشترك ديال ار ا و ار 2 هو نفس القاسم المشترك ديال ار و ار ا اللي هو نفسه القاسم المشترك ديال بي و ار. يمكن اعادتها عده مرات حتى نطيح في اخر باقي غير منعدم. اذا كان ار 2 غير منعدم كنعاود العمليه عده مرات الى اخره حتى كنلقى اخر باقي ديال القسمة الأوكليدية غير منعدم. Rn مثلا هو باقي القسمة الأوكليدية Rn ناقص جوج على Rn ناقص واحد. واخا دونك ناخد واحد المثال باش نشوفو هادشي بشكل أبسط كتطبيق لهذه الخوارزمية. نحاول نقلبو على القاسم المشترك الأكبر للعددين 1636 كيف قلنا قبل والعدد 1128. واخا دونك أول حاجة نلجأو للقسمة الأوكليدية. هاد العدد كيتقسم على هذا العدد هذا بيان سور. دونك الا خدينا 1663 غادي نلقاه بلي راه كيساوي 1128 مضروبه في 1 والباقي ديال هذه القسمه الاوكليديه الا حسبتو غادي تلقاه هو 508. واخا حنا نبقاو نقلبوا ديما حتى نلقاو اخر باقي اللي هو غير منعدم. واخا اخر باقي غير منعدم دونك نفس العمليه غادي نعاودها بالنسبه للعدد 1128 والعدد الباقي ديالنا اللي خرجنا في الاول اللي هو 508. كنلاحظ بلي انني كنتيجه القسمه الاوكليديه نلقى بلي 1128 كيساوي 508 مضروبه في العدد 2 وفي الباقي هذه المره شنو غادي يخرج لينا؟ غادي نلقاو بلي عندي 112 كباقي ديال القسمه الاوكليديه. مازال ما لقيتش باقي
يعني مازال ما طاحش في الباقي الغير من اخر باقي غير منعدم، غادي نكمل نفس العمليه. دونك هذه المره غادي ندير القسمه الاقليه ديال 508 على 112. دونك عندي 508 كتساوي 112 نتيجه ديال القسمه الاقليديه. هنايا غادي نلقى 4، وفي الباقي الا حسبته عاوتاني هنا غادي تلقاو عندي العدد 60. واخا غنعاود عاوتاني العمليه مره اخرى، العدد 112 نقسمه على 60 ونشوف النتيجه ديال القسمه الاقليديه ديال 112 على 60 قابل لي هي 60 في 1، والباقي ديال القسمه الاقليديه هو العدد 52. واخا مازال ما وصلش لداكشي اللي باغي، دونك غادي نكمل. عندي 60 وعندي 52، دونك الا قسمت 60 على 52 غادي نلقى هنايا 1، والباقي ديال القسمه الاقليديه هذه المره غادي يكون عندي هو 8. واخا مازال قربت ولكن مازال ما وصلتش، دونك غادي ناخذ 52 وناخذ 8 عاوتاني. الا خديت 52 واخا غادي نلقى عندي هنا 8 في 6 واخا، عفوا في الباقي ديال القسمه الاقليديه هذه المره، الباقي ديال القسمه الاقليديه هذه المره هو العدد بالضبط 4. واخا الى عودنا اخر مره كتلقاو بلي 8 و4، بلي 8 مضاعف للعدد 4. نعاود اخر مره عايز نكتبها لكم باش يبان لكم بلي انا لقيت اخر يعني باقي غير منعدم اللي هو 4. اذا الا جيت نكتب 8 مقسومه على 4 راه هي 4 2 زائد 0، وهذا باقي اللي هو منعدم. اذا كنحتفظ باش هذا هو اخر باقي عفوا غير منعدم فالخوارزميه ديال اوكليد. واخا دونك شنو كتقول لي المبرهنه اللي شفناها يلاه قبل دابا، بلي ان القاسم المشترك لهاد العددين هادو وها نفسه القاسم المشترك ديال العددين 1636 والعدد 1128. يعني القاسم المشترك ديال هاد العددين هو نفس القاسم المشترك ديال هاد العددين اللي هو نفس القاسم المشترك عددين الى اخره، اللي هو في الاخير 4. اذا نقدر نكتب بلي 4 هو القاسم المشترك ديال العددين 1636 والعدد 1128، واستعملنا هنايا الخوارزميه ديال اوكليدس.